الإيثيريوم ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تترقب تحديث أو ترقية لشبكتها، فماذا يعني ذلك وكيف سيؤثر على تداولات المستثمرين في سوق العملات المشفرة؟ إذا عملة الإيثر الأسبوع المقبل تترقب ترقية لشبكتها تحت مسمى شابيلا، وهذا سيسمح للمستثمرين بالوصول إلى الرموز على شبكة الإيثيريوم. هذه الرموز من قبل المستثمرون لم يتمكنوا من الوصول إليها لأنه يتم إقفالها، وهي يتم إنشاؤها بعد شراء المستثمر لمجموعة من العملات الرقمية، وذلك لضمان طبعا أو لحمايتها وضمان أمانها. اليوم سيتمكن المستثمر بعد ترقية شبكة الإيثيريوم من الوصول إلى هذه الرموز، وبالتالي التحكم والسيطرة أكثر على الأصول التي يملكها من الإيثر، وطبعا أيضا يمكن أو سيصبح بإمكانها الحصول على مكافآت من خلال الوصول إلى هذه الرموز. على وقع ذلك نلاحظ أنه منذ 3 جلسات الإيثيريوم ارتفعت، أو الإيثر عملة الإيثر ارتفعت بحوالي 3%، وفي جلسة أمس تخطت مستويات 1900 دولار، وبالتالي وصلت لأعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس 2022، يعني منذ 9 أشهر. أيضا نشير إلى أن عملة الإيثر أو شبكة الإيثيريوم خضعت لعملية دمج في شهر سبتمبر من العام الماضي، وهو تغير تكنولوجي في تعدين هذه العملة يتيح التقليل من استهلاك الكهرباء أو الطاقة بنسب كبيرة. وبالتالي هل ستتخطى عملة الإيثر مستويات 2000 دولار قريبا؟ في البداية نشير إلى أن الإيثر هي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، نلاحظ أن قيمتها السوقية تتخطى 226 مليار دولار، وبحال أو بعد طبعا ترقية شبكة الإيثيريوم من المتوقع أن ترتفع السيولة بمقدار 2.4 مليارات دولار من تداولات عملة الإيثر. أيضا نشير إلى أن هذه العملة قد ارتفعت منذ بداية العام 2023 بأكثر من 50%، وذلك بعد أن تعرضت لضغوطات العام الماضي بسبب طبعا الهبوط الذي ساد في سوق العملات المشفرة، خاصة بعد انهيار بورصة FTX. إذا إلى أي مدى اليوم ترقية شبكة الإيثيريوم سيساهم بالإقبال على تداولها بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة؟ وهل ستتخطى مستويات 2000 دولار قريبا؟